نشاط وتحركات متكررة لعناصر داعش في مدن الأنبار نتيجة انشغال القوات الأمنية بحماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية. أهالي الأنبار أعربوا عن مخاوفهم من هذه التحركات لداعش والتي تسعى لإثبات وجود التنظيم الإرهابي من جديد، داعين إلى ضرورة الحفاظ على الأمن المتحقق والقضاء على الخارجين عن القانون وبسط الأمن. لاحظنا في الآونة الأخيرة يعني ظهور داعش في المناطق الغربية، يعني في حصيبة أو في قاعدة عين الأسد لاحظنا سقوط قذائف هاون بسبب انشغال القوات الأمنية في ساحات المظاهرات في بغداد. الحمد لله وشكر الوضع مستتب، يعني وضع جيد، بس يعني انشغالهم في ساحات التظاهرات يعني حاول داعش يحاول انه يعيد خرق او يعني تثبيت وجوده من جديد. فنطالب القوات الأمنية توخي الحذر وعدم ظهور ان شاء الله داعش من جديد، واحنا مساندين يعني وياهم. فيطلب انتشارهم يعني بمحافظة الأنبار لان داعش الارهابي فيريد تسبب وجوده بمحافظة الأنبار، وصارت يعني على الهايمة بغداد السبع صواريخ سمعناها. نطلب من عندهم يعني انتشارهم وأمانهم، يعني صار بينا والله مو قليل. قيادة شرطة الأنبار من جانبها أكدت استمرارها في مطاردة عناصر داعش في عمق المناطق الصحراوية والتي أثمرت عملياتهم النوعية عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وقتل آخرين، إضافة إلى تدمير مضافاتهم التي كانت تعتبر موطى قدم لشن هجماتهم الإرهابية على المدن الآمنة. تنفيذ واجبات في الصحراء وأثمرت بإلقاء القبض على متهمين، وكذلك أثمرت في قتل منهم والاستيلاء على بعض وحرق عجلاتهم والسلاح أيضا التي يستخدموها. على شكل أفراد، لن يكون تواجد العدو داعش الإرهابي في الصحراء على شكل مجاميع وزمر قد يكون يرهب أمن الأنبار، لكن على شكل أفراد ومختبئين وفاقدين السيطرة وزمام الأمور في عملهم الإجرامي في الصحراء أو المدن. استغلال داعش انشغال القوات الأمنية بحماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية هي محاولات خطيرة من قبل عصابات التنظيم الإرهابي الداعشي لشن هجمات إرهابية على المدن الآمنة ومحاولة إثبات وجوده في المنطقة وإرباك المشهد الأمني في عموم العراق. من الأنبار معاذ الفهد، قناة التغيير.